صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 60 لسنة 2019 بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. وجاء في المادة الأولى أنه يعين في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كل من الدكتور زكريا أحمد الخاج نائبا للرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني، والدكتور نبيل محمد بن شمس نائبا للرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني.